نصائح عند تصميم أو تفراش الصالون المغربي. أول حاجة نديرو واحد تصميم أولي للمساحة ونختارو الشكل ديال الصالون، واش عصري ولا تقليدي. تاني حاجة نشوفو الاستعمال، واش يومي ولا للضياف فقط، باش نعرفو النوعية ديال السدادر وكذلك النمط ديال الديكور. العرض ديال الجلسة خاصة تكون بين 70-80 والعلو بين 45-50 من الأرض، ومن الأفضل يكون على شكل U. بالنسبة للصالون المغربي العصري أو التقليدي، فمن الأحسن نستعملو سدادر ديال الروسور حيث كيعطيونا جلسة واقفة وشادة في راسها مع الراحة اللي كتناسبنا، يا قاصحة يا رطبة يا بين وبين. والسدادر ديال الروسور تيخلي التلميطة ديما مجبدة ومقادة باش الصالون يبقى ديما متول. والمهم أيضا هي الجودة ديال السداري اللي كتضمنها لنا الماركة المعروفة ميزيدور، اللي فهمت المتطلبات من حيث الراحة الخفة وكذلك القياس، وطورت الموديلات حسب تطور الصالونات وعلى حسب الاستعمالات والميزانية ديال كل واحد. الشكل ديال الخدادي يكونوا فاليز إلا كان صالون عصري، أما إلا كان بلدي فيكونوا الخدادي بالخياطة في الجناب. اختيار توب يكون من النوع المزيان بحال البروكار ولا الفولور، وما نساوش الردويات والزربية اللي مهمين في الصالون. استعمال طبلة كبيرة الوسط في المساحة إلا كانت كتسمح، أما إلا ما كانتش كتسمح فنستعملوا طبلة جيكون ولا لسندري.